السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل الحوثي يلمح لعملية كبيرة، وإلى التفاصيل. ألمح محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم الثلاثاء إلى نجاح القوات اليمنية المسلحة بتنفيذ عملية كبرى. وكتب الحوثي في تغريدة له على صفحته الرسمية لموقع إكس كلمة وبنجاح، وهي إشارة وفق محللين تشير إلى نجاح تنفيذ العملية بدقة عالية. وكانت اليمن نفذت خلال اليومين الأخيرين سلسلة عمليات عسكرية برية وبحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وآخر تلك العمليات وفق مراقبين استهداف مدينة إيلات على البحر الأحمر، والذي اعترفت قوات الاحتلال بها خلال الساعات القليلة الماضية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت صباح اليوم إسقاط دائرة تجسس أمريكية مقاتلة من طراز MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي الخامسة من ذات الطراز التي يتم إسقاطها منذ بدء معركة إسناد غزة. يذكر أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط 9 طائرات MQ-9 الأمريكية المتطورة، 5 منها منذ بدء عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لغزة، والأربع الأخريات خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.